وللحديث أكثر حول هذا اللقاء الأخوي التشاوري سرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العراجي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك سيد علي في نشرة الثامنة. إذن شهدنا اليوم هذا اللقاء الأخوي التشاوري بين يعني قادة طبعا سيدي جلالة الملك المعظم وأيضا فخامة الرئيس المصري ورئيس دولة الإمارات وجلالة العاهل الأردني أيضا. بوجهة نظرك يعني ما أهمية هذا اللقاء وخصوصا في هذا التوقيت؟ طبعا شكرا جزيلا وتحية لك وللسيدات والسادة المشاهدين وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. واسمح لي طبعا بداية تحية إجلال وإكبار إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والذي كان لحكمته الكبيرة ومكانته الكبيرة بين أشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. هذه المكانة الكبيرة والحكمة الكبيرة لسيدي صاحب الجلالة ساهمته بشكل مباشر في أن تكون مملكة البحرين من الدول الرائدة في هذه اللقاءات وفي هذه القمم التشاورية التي تبحث سبل تطوير العمل العربي المشترك. بالعودة إلى سؤالك، طبعا القمة الخماسية وبعد ذلك اللقاء التشاوري الذي تلا هذه القمة جاء ليؤكد بأن العمل العربي خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها المنطقة العربية مع وجود طبعا تطورات متلاحقة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، هذه القمة أتت لكي تضع النقاط على الحروف ولكي يكون هناك مبادرات عربية بين الدول التي شاركت تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، تسهم كذلك في أن تكون نتائج هذا العمل تحقق تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار. نعم سيد علي، تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك يعني من العناوين العريضة التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء التشاوري. نعم. كيف تنظرون لمستقبل العمل العربي في ظل هذا الاهتمام البالغ بين القادة المشاركين في هذا اللقاء؟ طبعا كعضو في مجلس الشورى وكعضو كذلك في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والعمل الوطني، هذا اللقاء التشاوري وهذه القمة الخماسية ستسهم بشكل مباشر فأن يكون العمل العربي أكثر اتساقا وأكثر تحقيقا للأهداف المرجوة. كما لاحظنا بأن هذه القمة تناولت ملفات مختلفة، ملفات لها علاقة بالوضع الإقليمي، ملفات لها علاقة بالوضع الأمني باستقرار المنطقة، ملفات لها علاقة كذلك بالشأن الاقتصادي، وملفات أيضا تناولت المواضيع الحيوية. هذه القمة ونتائجها متأكدين بأننا سنراها كما تعودنا دائما، نتائج محققة على أرض الواقع ستسهم بإذن الله في تعزيز كذلك اللحمة العربية وكذلك في تعزيز دور الدول العربية على المستوى العربي والإقليمي، وستنعكس بمشيئة الله. نعم. لتحقق تطلعات شعوب المنطقة. بكل تأكيد ونحن شاكرين لك يعني تواجدك معنا سعادة السيد علي العراجي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.